ممكن نقارن بين الجزء الاولاني كان كده والجزء الحالي بقت انسانه تانية خالص. طبعا في بعض الاخطاء البسيطه قوي اللي هصلحها بطرق تانية غير الليكوفاي. خلونا نقرب. طيب نبقى تسلنا كمان. الجزء ده طبعا بايظ تماما بتاع القماش ده، وده هصلحه بطريقه بتاعت ال فاكرين كلون ستامب لما نقلنا العين. هنعمل حاجه زي كده، نروح الاول على الجزء ده وياخد عينه من هنا. قرب سنه كده كمان، ناخد العينه دي وبعدين اروح على كلون ستامب واعمل اللي هي فليب هوريزونتال. اجي في الجزء ده محتاجه زاويه، ممكن نعمل لها سنه زاويه كده، اطلع فوق لا العكس. ممكن العكس كمان، قرب. او حاجه كده، اخلي الاوباستي 100% لان انا عايز انقلها بالظبط، احطها في المكان ده. طيب كده تمام ماشي. بعدين هعمل شويه تظبيطات، خلاص مش محتاج لون ستامب تاني. او ممكن حل بديل ان انا اجيب الاستيكه زي ما قلت لكم من شويه وامسح الاجزاء دي، خلي الهاردنس بتاعت الاستيكه متوسط 70% او حاجه زي كده، والاجزاء دي خلاص انا مش محتاجها اظبط فيها. يعني الحقيقه النوع ده من الريتاتش هو من اكتر الحاجات اللي بتاخد وقت، وعموما الشغل عموما في الفوتوشوب ممكن اعمل هنا كليك بالاستيكه واجي هنا واعمل شيفت كليك، هتاخد لي المسار ده اتنعمه لي كله بالشكل ده. الشغل في الفوتوشوب هو نوع من الشغل محتاج صبر شويه، يعني هي لو انت عموما خلقك ضيق وما عندكش صبر وما بتحبش الحاجات اللي هي زي الرسم والكلام ده، فهيبقى صعب شويه مرهق بالنسبه لك ان انت تشتغل في الفوتوشوب، خصوصا حاجه زي الريتاتش، حاجه بطبعها يعني بتحتاج وقت. ممكن اجيب الاستيكه وانا اعمل الاجزاء دي، اقلل الهاردنس شويه عشان اخلي الفرشه انعم، واشيل الاجزاء دي اعمل زوم اوت، اتظبطت كده لحد معقول كويس. اقرب سنه كمان وتاني ادخل بالاستيكه في الاجزاء دي، المرحلة دي طبعا عايزة دقة، ولو المرحلة دي بالذات لو كان معاك قلم تابلت كان هتفرق فرق كبير جدا. يعني دي من أكتر المراحل اللي ممكن أحتاج فيها التونال، كأني برسم بالظبط. هاجي هنا وليكن بالكلون ستامب ماشي، هاخد سامبل من الحتة بتاعت الدراع دي، اطلع طبعا انا هو عامل فليب هشيل بقى الفليب، اعمل ريسيت لكل حاجه خليها طبيعيه. الجزء بتاع الدراع ده ممكن اكرره، اعمل كليك واشد لجوه كده عشان اكرر الجزء بتاع الدراع كم مره، كاني برسم بالظبط. اكبر شويه معلش، جزء يعني ممكن يكون صعب شوية محتاج دقة. اشيل الزاوية كده، شايفين ايه اللي بيحصل؟ تترفع لفوق عشان ادي يعني الانحدار الطبيعي بتاع معلش الجزء نقلت الجزء بتاع القماش معايا، وطبعا انا مش عايز كده، المفروض اصغر الفرشة واعمل كده. ممكن اخد اجزاء من الدراع من هنا من البشرة دي وانقلها بالشكل ده، خلينا ريست الزاوية. ممكن اصغر كمان واخد اجزاء من البشره وكاني برسم. ممكن عايز اكرر الجزء ده، نغير الزاويه العكس ايوه كده،
هرسم جزء من الكم تاني في المنطقة دي. خلينا ناخد بالألت حتة من هنا، حاجة زي كده. في تول ما استخدمتهاش لغاية دلوقتي، وهي تحت شايفين علامة الفرشة، في تحت حاجة اسمها ميكسر براش، عليها علامة نقطة دي. الميكسر براش دي الناس اللي بترسم بالزيت أو حتى بألوان المية بيستخدموها لتسييح الألوان على بعض. ولا خلي الميكسر براش للفيديو اللي جاي، لأن الموضوع يعني كده هيبقى فيديو طويل قوي، فنقفل ونكمل تصليح في الفيديو اللي بعده.